يعني لازم تكون مرققة، صح ولا لا؟ صحيح. يعني يقول كان لست يعني ستيب نمبر 1 ستيب نمبر 2 ستيب نمبر 3. إذا شفت في الأسبوع القادم مثلا كتبت ألغوريثم مش متسلسلة، فهذا إيش يعتبر؟ في عدم مراعاة للحاجة هذه، الألغوريثم شو بإيش؟ متسلسلة. فهنا نبدأ التسلسل بشنو؟ ستيب نمبر إيش؟ 1 بهذا الشكل. بعدين في الحالة هذه اللي شرحناها، أول ستيب لازم تكون شنو؟ المدخل. أحسنت، المدخلات. مو بكون إيش؟ كيف نصيغها؟ كيف نصيغ؟ كيف يطلع؟ مثلا نقول input a value in gram. لا احنا ما نحتاج نحط اقواس ونستخدم الداله input ونستخدم الداله evaluate، ما يحتاج. احنا لازم نكتب algorithm. هذه الديتيلز، هذه الالجوريثم ينفع نستخدمها وين؟ في البايثون، صح ولا لا؟ ولما اجي اكتبها باستخدام لغه البايثون راح اراعي هذا الشيء، كيف تكتب الداله input، كيف استخدم الداله evaluate، هذه الاشياء كلها راح اراعيها. لكن الان اكتب فقط توضيح كل خطوه وش اللي راح يصير فيها، زين، من عمليات. فهنا عندنا عمليات شنو؟ ادخال اللي هو input a value in gram. زين، انتهت الخطوه الاولى، نجي الى شنو؟ ستيب 2. ستيب نمبر 2 اللي هي راح تكون شنو يا اخوان؟ معالجه. يعني بالضبط قلنا معالجه، مش متعالجه. ناس ممكن يكالكوليت كي جي وتسكت في ستيب نمبر 2، لكن وش اللي بيصير في المعالجه هذه؟ بتقول لي كيف راح تحسب الكي جي، صح ولا لا؟ صحيح. بقول لك هذا ايش؟ برضو نقص في الالجوريثم، يعني قابل للاجتهاد. فهمتك. مو واضح الخطوة. يعني لازم نحط المعادلة بالضبط. بالضبط، إيه اللي راح تصير، كيف راح نقول كمبيوت أو كالكوليت، كيف راح تكون. أها. فنقول إذا مثلا كمبيوت أو كالكوليت. فاليو أو أفاليو. كالكوليت مثلا كي جي اللي هو نحسب الكيلو جرام، بحيث إنه راح يساوي شنو؟ يساوي الفاليو اللي دخل المستخدم فيه. أحسنت. وش فرقكم بين قوسين نعطيه مثلا هنا جرام كأنه ايش؟ راح يكون اسمه متغير بهذا الشكل. طيب. كيجي راح يساوي شنو؟ جرام. جرام اللي هو قيمة المتغير لما استرجع قيمة هذا المتغير. وبعدين شنو؟ تقسيم دبل. ليش استخدمنا الدبل سلاش هنا؟ عشان ما يطلع الباقي، عشان طلع لنا عدد صحيح. العدد الصحيح من حاصل القسمة. اوكي؟ من حاصل القسمة. طيب. وين المشكلة؟ المشكلة ان البعض يجي يقول كالكوليت كي جي ويسكت. هذا الشكل. وهذا ايش؟ في عدم وضوح في ستيب نمبر 2 يؤدي الى ايش؟ الالجوريثم مش قوية. لأن يجب توضيح المعالجة وكيف راح تتم عملية المعالجة هذه، فيجب إيش مراعاة هذه النقطة. طيب إلى ستيب نمبر إيش؟ 3. ستيب نمبر 3 اللي هي إيش؟ إن شو اسمه المفروض نطبع. نطبع خلاص. ايه خلاص. عذرا باقي القسمة. باقي القسمة. باقي القسمة. احنا تجاهلناه في ستيب نمبر 2. ايه باقي. لاحظ ان في حاجة تجاهلناها في ستيب نمبر 2 عشان نوتي فقط العدد الصحيح اللي راح يمثل شنو؟ كي جي. طيب ستيب نمبر 3 المفروض توجد لنا باقي القسمة. باقي القسمة وبعدين في ستيب نمبر 4 نستطيع بضاعة ايش؟ الكي جي والباقي من القسمة، حاصل قسمة الجرام على الآن. ستيب نمبر 3 شنو راح تكون يا اخوان؟ راح تكون جرام. إيه كيف راح
نعرف رائحة الأرض وكذا. كالكوليت كيف طاهي؟ ممكن يكون كالكوليت. كالكوليت طيب علامات جرام في المية باقي صح. هذا وش نسميه؟ نسميه باقي باقي برسنتج. زين فنقول مثلا ار جي اللي هو راح يمثل الباقي من الجرام من الجرام. زين راح يساوي شنو؟ باقي قسمة الجرام على شنو؟ على صفر صفر على الالف هذا الشكل. أيوه. يعني هذا الار جي راح يساوي باقي قسمة الجرام على الف، كم يتبقى؟ المتبقي هذا راح ايش استفيد منه في ايش؟ الطباعة يعني يكون باقي. إذا لما يكون الباقي القسمة زيرو فهذا برضو شيء جيد، إنه راح استفيد من الزيرو وأقول أن زيرو كان. أوكي هذا الشكل. زين الآن برنت برنت بس تطبعهم اثنين هم مو بتطبعهم. في خطوة واحدة في خطوة واحدة تستطيع استرجاع قيمة المتغيرين ومن ثم طباعتهم. فراح تقول لنا شنو ستيب نمبر ايش؟ 4. لاحظ ان احنا مراعين التسلسل 1 2 3 4. طيب شو اللي راح يكون عندنا هنا؟ برنت برنت احسن برنت بعدين افتح قوس ولا ما ولا افتح قوس برنت كي جي تحط فاصلة مثلا او انت ار جي هذا الشكل. طباعت المتغيرين طبعت قيمة المتغيرات يوم كي جي راح يطبع لنا الكي جي. لما يكون مثلا ألف قسمناها تقسيم ألف راح يعطينا واحد، راح يطبع لنا قيمة كي جي 1 وراح يكون الار جي كم؟ على حسب هني على حسب المدخل. لما يكون لا لما يكون باقي القسمة زيرو فراح يكون الار جي زيرو فراح يكون باقي القسمة زيرو. كتبنا الالجوريثم صممناها زين باقي الحين عندنا شنو؟ الفلو تشارت. عارفين الفلو تشارت؟ شرحناه ولا ما شرحناه؟ شرحناه اشبعناه شرح صحيح؟ صحيح. فانا اتوقع من الجميع الحين ان ايش يستفيد من هذه الالجوريثم في بناء الفلو تشارت. يلا يا شباب عندنا ثلاث دقائق بالضبط، ابغى الكل ينتهي يلا. يلا. يفضل شنو تخش؟ باليوزر. باليوزر نيم والباسورد الخاصين فيك، طيب؟ بعدين ايش تسوي؟ تختار شنو بعد ما تخش؟ لغة البرمجة. وش يفضل بعد ما تختار بعد ما تخش؟ لاحظ ان هذا ايش؟ موقع ويب سايت ونسوي له ريفرش صح ولا لا؟ في اخترت اللانجوج هنا روح سوي كرييت لنيو بروجكت زين؟ عشان ايش تسوي ريفرش للصفحه وتصير بيئه عمل جاهزه انك ايش؟ تبدا بتحضير الاوامر الخاصه فيك. اول حاجه تكلمنا عنها اللي هي ايش؟ المدخلات. فانا بغير الحين ايش؟ ولا نستخدم نفس التغيرات. أول متغير كان عندنا شنو؟ متغير جرام. صح. جرام راح يساوي المستخدم الانبوت. انبوت. بس بنحط إيه؟ انبوت. بعدين شنو شباب؟ رسالة استلطاف للمستخدم. Please enter a value in بعدين نقطتين احنا قلنا هذه الدالة هي انت خلاص بالبايت بتعرف اذا كان عدد 10 بالضبط مهما كان ادخال اليوزر راح تتعامل مع الادخال حقه على انه ايش على الاعداد بس لو دخلنا اسم راح تتعامل وياه راح في ايش راح تتعامل وياه على السترينج ايوان. طيب ايش بنسوي الحين؟ اخذنا المدخلات اللي تحتاج الالجوريثم حقتنا الآن نسوي كالكوليت نسوي كالكوليت اللي هي ستيب نمبر 2 الألغوريثم اللي بنيناها قبل قليل كانت ايش؟
بنقول لها كي جي يساوي جرام تقسيم مرتين ثلاثة أسلاع. صحيحة زي جرام ألف على ألف. طيب أوجدنا الكي جي. الحين ننتقل إلى إيش؟ باقي الحساب اللي تجاهلنا في اللاين نمبر 11 صح ولا لا؟ صحيح. في باقي قسمة تم تجاهله، الحين يجب أن إيش؟ أتعامل معه بطريقة صحيحة اللي هو راح آخذ إيش؟ جنرال آر جي يساوي باقي قسمة لجرام على ألف. يعني الشيء المتبقي من القسمة راح أتعامل معه وأسنده إلى متغير نسميه آر جي. خطوة هي الطباعة. داتا فرنت. ليش فرنت؟ وش بنطبع؟ أول حاجة نحب نسترجع قيمة التي قامت هذا اليوزر اللي هي شنو؟ جرام. جرام. بعدين نقدر نطبع مثلا جرام هذا الشكل. بعدين نقول تساوي على سبيل المثال بعدين مسافة، بعدين نسترجع إيش الكي جي، وبعدين نقول إيش فاصلة، بعدين شنو مسافة كي جي، بعدين شنو جرام، نسترجع لا باقي ال آر جي، ما قدر، بعدين نقول شنو الباقي الار جي. سوينا يا اخوان بليز انت عبالي الجرام كم داخل يا اخوان؟ 1300 1300 جرام تساوي 1 كي جي and 300 جرام. حلو. زين لما نجي نسوي مرة ثانية نقول داخل مثلا 1000 وش المفروض يعطينا؟ المفروض يعطينا 1.0 and 0 gram. أعطانا ايش؟ 1 kg and 0 gram بهذا الشكل. زين واضح الفكرة يا اخوان؟ واضح. شفت التسلسل اللي مشينا فيه؟ وجد بروبل سولفينج بعدين انتقلنا الى الامبلمنتيشن. البروبلم سولفينج فيز اشتملت على شنو؟ الديزاين للالجوريثم وبعدين ايش؟ بعدين الفلو شارت. بعدين اللي هو رسم الفلو شارت. الامبلمنتيشن مباشره استخدمنا هذا الالجوريثم في بناء الاوامر البرمجيه مباشره. في سؤال اخر هنا؟ استاذ السطر الاخير. تسلم. انا عندي مشكله في الفواصل هذه المتاحه واحده. الشيء الثاني هنا عرفنا اول شيء الجرام اول بعد ما بنت على طول. طيب سؤال يتكون جزئين. السؤال الاول زين ليش نضع الفواصل صح ولا لا؟ طبعا احنا متفقون يا اخوان ان اي حاجه تكون داخل الكوتيشن مارك بين قوسين دال برنت يطبع او تطبع كما هي صح ولا لا؟ صح. فمن غير الصحيح اني انا اضع اسم متغير حاب اني استرجع قيمته داخل الكوتيشن مارك، هذا شيء غير صحيح لاني ما اقدر استرجع قيمته انا، فيجب ان احرر اسم المتغير من الكوتيشن مارك عند الرغبة في استدعاء قيمة هذا المتغير. طيب هنا اللي سويناه كالتالي، وضعنا اسم المتغير جرام، احنا نرغب في استرجاع قيمة هذا المتغير، بعدين وضعنا فاصلة عشان نفصل اسم المتغير عن ايش؟ كوتيشن مارك. زين لو تلاحظ ان الكوتيشن مارك هذا وما بداخلها من الناس وضع بين ايضا ايش؟ دبل كوتيشن بهذا الشكل. ايضا حابين نسترجع هنا المتغير فحطنا ايش؟ حطينا اسم المتغير ووضعنا اسم المتغير بدون ايش؟
كوتيشن مارك، يعني حابين نسترجع قيمه هذا المتغير. كذلك هنا عندنا ايش؟ كيلوغرام. لو نطبع كمان وضع المسافات، فوضعنا داخل الكوتيشن مارك، ثم وضعنا شنو؟ الفاصله هنا الكوما، وذلك الوضع ايش؟ كوتيشن مارك. عندنا مثال آخر يا أخوان، بس انتم من بعد الانتهاء من هذا تقريبا حاول في ثلاث دقائق تنتهي من كتابة هذه الأوامر وسوي لها رن، لأن راح ننتقل إلى كتابة. يلا يا أخوان، يساوي أو الكيلوغرام يساوي 1000 جرام بهذا الشكل. لما أجي أنا الحين أطلب من اليوزر إدخال مثلا قيمة تمثل عدد ميغرامز، اوكي، وبالتالي ابغى الالجوريثم حقتي توجد لي كم كيلوغرام في القيمه هذه اللي ادخلها اليوزر. مثلا يدخل اليوزر مثلا 500 جرام، الالجوريثم تقول لي والله 0 كيلوغرام على 500 جرام بهذا الشكل، او مثلا لما يدخل 1100 الالجوريثم تقول 1 كيلوغرام اند 100 جرام، صح ولا لا؟ فراح نبني أو نصمم algorithms بحيث نأخذ قيمة بالجرامز ونحولها إلى إيش؟ كيلو جرامز، وما يزيد على الكيلو جرامز نطبع على الجرامز. فممكن تشاركوني وش ممكن يكون تصوركم عن الالغوريثم هذا، كيف راح تعمل هذه الخوارز اللي انا اخوان بالستبس. احنا شفنا لازم نراعي التالي، ان دائما الخطوات الخاصه بالالغوريثم تحاكي شنو؟ الامبلمنتيشن، صح ولا لا؟ وش قاعد يصير في الامبلمنتيشن؟ دائما الالغوريثم خطواتها متسلسله، باقيه من الخطوه ستيب نمبر 1 الى ستيب مثلا نمبر 10 مثلا. اخر ستيب نتوقف على انتهى، هذه تمثل ايش؟ نهاية الالغوريثم، اللي هي تمثل نهاية البرنامج. فشنو تصوركم يا اخوان؟ شنو الحلول اللي ممكن نفس الفلو شارت اول شيء موجوده في الالغوريثم هذه؟ نفس الفلو شارت اول شيء ولا نفكر في الالغوريثم هذه كيف راح تكون الستبس حقتها الخطوات الخاصه فيها؟ ما يعني لا، عطني عطني الافكار اللي ممكن تكون عندنا افكار رياضيه في تحويل كميه الجرامز هذه اللي عندنا الى كيلو جرامز وجرامز. دائما يكون عندنا مثلا قد اول شيء قد يقول البعض نقسم تقسيم، مثلا نقول مثلا اي قيمه ندخلها اليوزر نقسمها تقسيم مثلا 1000، وهذا نسوي صحيح. بس وين المشكله؟ المشكله ان دائما حاصل القسمه ما يكون عندنا عدد صحيح، قد يكون في عدد 10، راح تطلع العدد الصحيح من العدد العشري داخل الالغوريثم نفسه. صحيح، هذه مشكلة ثانية. راوند تحتاج. طيب ممكن نستخدم الراوند. طيب إذا استخدمنا الراوند بعدين كيف تعامل أو كيف سوف تعامل المتبقي اللي أنت ما أظهرته؟ زين، اللي جبارته صحيح. زين، العدد المتبقي هذا اللي يمثل الجرامز، زين كيف راح تتعامل وياه داخل الألغوريثم؟ هذا بعد مسألة ثانية. ممكن نحسبها بال، ممكن نطلعها كدبل، كنقم دبل. ممكن نقول لا اذا كان ما كانت هيك دبل، شنو يعني دبل؟ يعني نقدر نطلعها كرقم فاصل، يعني رقم عاشر. اي انا ما في مشكله، يعني نقسم حاصل القسمات الجرامز على الوات اوت راح يكون قد يكون عدد مثل ما قلت فلوت، زين، لكن كيف راح تاخذ العدد الصحيح وتعامله على انه كيلو جرام والمتبقي تعامله على انه جرام؟ تستخدم الاطراف؟ لا، ما نحتاج الاطراف.
هو نقسم على عاد الهدف دائما من استخدام تحليل المشاكل وتصميم الالغوريثمز هو كيف اني اصل الى حل المشكله بخطوات اقصى وبطريق اقصى. لا تستخدم الستيتمنت والتغيرات الاضافيه واللوجيكال اكسبريشن، قد يكون حل، قد يكون حل، لكن لو في حل افضل منه فهذا شيء. الشيء شرحناه في المحاضرة الأولى إن عندنا هذا التفاضل الفوضي اللي هو حل المشاكل أو المشكلات، دائما نبدأ بتحليل المشكلة نفسها ومن ثم نبدأ بالتفكير في الحلول الموجودة عندنا. الحلول هذه دائما تدرس. يعني تخيل أنت الحين راكب السيارة حقك بتروح مثلا وجهة A، كم طريق يؤدي إلى وجهة A؟ أكثر من طريق صح ولا لا؟ لكن يجي تفكيرك الآن إلى الأقصى، هل راح تختار الأقصى؟ هل راح تختار مثلا الطريق مثلا اللي ما يحتوي على مثلا ترافيك لايتس كثيرة مثلا؟ ساهر قد يكون، يعني قد يكون كل له اعتباراته زين في اختيار الطريق المناسب له. كذلك هنا عند دراستنا للمشكلة فإحنا جالسين نبني الألغوريثمز بناء على الحل الأنسب، الحل الأفضل اللي إحنا نشوفه لهذه المشكلة. أنا بشوف قاسم راح يحاكي هذا الشيء، يعني أنا راح أعطيك مشكلة أقول لك ديزاين يور ألغوريثم، لاحظ ديزاين يور ألغوريثم، لأن قد تكون خوارزمية حقك تختلف عن زميلك أو توجهك في تصميم الألغوريثم يختلف عن توجه زميلك. فديزاين الألغوريثم بعدين شنو؟ درو فلو تشارت، بعدين شنو؟ الإمبلمنتيشن هو الفيس نمبر 2 الخاصة بهذا الألغوريثم. الحين هذا مثال بسيط، إلى الآن أنا ما سمعت من عندكم أي حلول صراحة. أنا بالنسبة لي يعني اتوقع ان في الحل الابسط نقدر نقول نحن نقسمه على 1000. طيب زين صح صح هي. تقسيم على 1000، لكن في مشكله لما نقول مثلا عندنا 1000 دعاء هنا مثلا نقسمها تقسيم 1000 مثل ما تقول ان راح يعطينا الناتج كم؟ 1000. عدد صحيح. وقت الطباعه لما اجي استخدم الداله برنت ايش بقول 1 كيلو جرام عن 0 جرام صح ولا لا؟ صح؟ لكن لما يكون عندنا مثلا 1000 عن 500 هنا تقسيم ال 1000 ايش بيطلع عندنا؟ كم الريزلت؟ نخلص الحين لا مع فواصل اتوقع مع فواصل فواصل كم الفاصل؟ 1500 تقسيم ال 1000 كم؟ 1.5 يعني فلوت. كيف تفهم الالغوريثم الحين؟ زين ان ال 1 هذه 1 كيلو وال 5.5 هذه تمثل 500 دولار. هذه مشكله ثانيه الحين تصميم الالغوريثم، كيف راح نعالجها؟ فهمتك. فهذا اللي كنت انا اركز عليه قبل شوي، اقول ما يخالف يعني رياضيا صحيح، راح ناخذ القيمة هذه نقسمها على 1000 ونقول ان 1 كيلو جرام تساوي 1000، لكن الناتج كيف راح نعالج؟ كيف راح نعالج بالطباعة؟ صحيح. نخلي نعطيه امر بحيث انه يكون اذا طلع العدد مثلا 1.5 ياخذ ال 1 ويخليه عدد صحيح، وغير العدد الصحيح يخليه بعدد كسر يعني كبت. انا هذا اللي اسويه، اللي قوله اللي اسويه عاده برمجي انه انا اقول له خلاص العدد العشري خله بحد اعزله حلو، والعدد الصحيح هذا خله متغير وطبع كلمه صحيحه عامل لك عدد صحيح والمتبقي اللي هو 20 هذا اللي راح نسويه، لكن بطريقه
ممكن في توايز راح تسوي في توايز هذا التحدي طبعا. شو نسوي؟ اول حاجه راح ناخذ الاوبريتور اللي هو سلاش اللي تكلمنا عنه سابقا اللي مثل شنو هذا؟ تقسيم. هذا التقسيم او القسمه. في البايثون في حاجه اسمها دبل سلاش. في احد استخدم دبل سلاش يعطينا فكره عنه شو تسوي دبل سلاش؟ هذا ما ادري استشاره موجود فيها. مش معنى مقارنة صح؟ لا لا مو مقارنة دبل سلاش هي قسمة لكن تعطينا حاصل القسمة فقط العدد الصحيح من القسمة ما تعطينا ايش؟ العدد العشري. العدد العشري لما قبل قليل اخذنا مثال قلنا 1500 تقسيم 1000 راح يكون عندنا الناتج عدد العشري. فهذا مش يسوي او الاوبريتور هذا مش يسوي لما نجي نقول مثلا 500 دبل سلاش وانخامل مش دي راح يعطينا الريزولت؟ لا يعطيني والله العدد الصحيح استاذ طبعا القيمة الصحيحة بس كم العدد الصحيح؟ 1.50 المفروض يعطينا 1.5 بيعوض بيجبر بخل اثنين اتوقع ولا ما في عندنا هنا والله ما في جدول يعني واحد معناته معناها واحد مم. واحد طيب باقي القسمة المتبقي ايش بنسوي فيها الحين؟ احنا خلاص حلينا جزء من المشكلة احنا اوجدنا العدد الصحيح اللي المفروض يكون ايش؟ كي جي ما عندنا الجي اللي هو يتمثل ما بعد الفاصلة فلما يكون عندنا حاصل القسمة أصلاً مثلاً ألف تقسيم ألف راح يكون عندنا كم؟ واحد لما أجي أوجد باقي القسمة هو يعطينا شنو؟ زيرو فلما أجي أسوي الطباعة بقول 1 kg زين and 0 g هذا الشكل. زين لما يكون في باقي هنا المفروض الاوبريتور الخاص باقي القسمة وش فيه؟ يوجد لنا ايش؟ الباقي القسمة يعتبر ايش؟ الجي. ما راح نشوف احنا قلنا ستيتمنت ما قلنا نستخدم لوب ما قلنا نستخدم ميثود صح ولا لا؟ توماس حلينا المشكلة هذه بالكامل استخدام الدبل سلاش وايش باقي طبعا اول درس فعلا مناخذ مثلا الفاريبل يكون ايش مضبوط كيف يتعامل ويتدرب مع ايش هذه الفاريبلز الدبل سلاش مو الدبل سلاش اللي هو القسمة باقي القسمة الجمع او الطرح كيف يتعامل معها زين مع المتغيرات مثلا يسترجع قيمة متغير ويصور عليه على قيمة مثلا عملية جمع عملية طرح مع متغير قيمة متغير آخر فدائما في البيسكس لما نجي نخلص المتقدمة والبرامج نعطيهم الفاريبلز بعدين نعلمهم شلون يستخدمون هذه المعاملات في البيسكس واحنا تقريبا اخذنا في بداية المحاضرات حاجة لها علاقة بجمع المتغيرات وطرح المتغيرات كيف نجمع قيمة X مع قيمة Y ولا لما تكون قيمة المتغير مثلا نصية ما أقدر أنا أجمعها على مع قيمة المتغير مثلا نوع عدد أو قيمة عددية هذا الشيء غير صحيح فدائما الأوبريتورز يستخدمها في رياضيا مع المعامل مع المتغيرات اللي يكون قيمها عدديه سواء كانت انتجر او شورت. طيب اظن الفكره صارت واضحه. طيب ممكن اطلب منكم طلب الحين ان الكل يستخدم مثلا برنامج الوورد او اي برنامج اخر زين يكتب لي الجوريثم
متسلسله ستيب نمبر 1 ستيب نمبر 2 ستيب نمبر 3 بحيث انه ايش المفهوم اللي شرحناه قبل قليل يكون موجود في هذه الالجوريثم. نشوف على حلول وبعدين راح نناقش الالجوريثم كيف تكون.